صباح جميل عليكم مشاهدين دكتور تي. النهاردة الحلقة للأهالي اللي بتكافح مع المراهقين وغالبا حاسين انهم بيطبشوا، مرة يشدوا ومرة يرخوا وتايهين مش عارفين بيعملوا ايه ولا رايحين على فين. اكيد معروفة ان المراهقة سن حرج وفيها تحديات. ممكن اطمنك واقولك عادي، كلنا لها وشدة وهتعدي، بس احساسك كأب الآن وكمان أب مسؤول بيخليك مش قادر تستسلم ونفسك تتصرف صح، تلحق ابنك وتكسبه ما تخسروش. مهمتي أنا النهاردة أحاول أسهل عليك السكة على قد ما أقدر، بس في الآخر لازم أكون أمينة معاكم. الموضوع مش لذيذ خالص. ليه اللي ممكن يكون ساذج وبيسأل ليه تربية المراهقين مش ألطف حاجة؟ عشان فجأة ابنك الملاك النسمة بقى بيرد ويقاوح ويعلي صوته ويرزع الباب، وكمان انت ممكن تبقى قاعد في حالك في أمان الله هادي وتلاقيه بيستفزك. وأحب أفكرك إنه غالبا بقى طولك وجسمه أقوى، يعني بلاش تبالغ في ردود أفعالك. أنا من كام حلقة فاتت كنت اتكلمت عن العقاب وإزاي المفروض نركز على العواقب الطبيعية لتصرفات ولادنا بدل من فكرة العقاب، وديت أمثلة كتيرة على أنواع العواقب المناسبة لكل مرحلة منها المراهقة. عشان كده أنصحكم ترجعوا تتفرجوا على الحلقة دي عشان ما عيدش نفسي وتزهقوا مني. هو ليه ابني المراهق وبنتي المراهقة مش فارق معاهم حاجة؟ أنت حاسس إن ما عندهمش طموح أو ما فيش حاجة بتحفزهم، وزي ما بيقولوا they don't care. قبل ما أدخل في الأعراض الطبيعية للمراهقة لازم أحكي لكم شوية على علامات مش عادية، لو لاحظتوها لازم تنتبهوا لأن ممكن يكون معناها إن ابنك أو بنتك في خطر. الأعراض دي مرتبطة بثلاث حاجات: لازم ما يبقاش عنده اكتئاب، لازم أطمن إن مفيش أي نوع من أنواع المخدرات، ولازم أتأكد إن مفيش مرض نفسي. طب هتقولولي إيه هي بقى الحاجات دي؟ أعراض الاكتئاب: شكلهم حزين أو مش بيتحمسوا لأي حاجة، ما عندهمش شغف. هتقولوا لي هو مين فينا بقى عنده شغف اليومين دول؟ لا، ده موضوع تاني نتكلم فيه بعدين ونعيط على بختنا سوا. احنا هنا بنتكلم على مراهقين قلقانين انهم يكونوا عندهم اكتئاب حقيقي اللي بيسموه clinical depression. كمان ممكن يبقى شكله مرهق ومش بيركز كويس، نوم مريب يعني ارق او نوم زيادة تحس فيه انه بيهرب من الواقع، الاكل متغير، يا اما طفص والبق وما بيبطلش اكل، يا اما مسلوط وما بياكلش وما بيكملش اللقمة. ممكن يبقى كلامه أو البودي لانجوج بتاعه بيوحي إن في إحساس بالذنب أو خجل من حاجة. لو مخدرات، علامات تانية بقى إن في أصحاب جداد ظهروا في حياته فجأة، أو لما بيخرج وبيرجع ريحته بتبقى غريبة شوية، في فلوس بتنقص في البيت، بيزوغ من المدرسة، بيكذب كتير، عينيه شكلها متغير. كل دي حاجات تنبهكوا إن احتمال يبقى فيه مخدرات. اخر حاجه، لو في شك في مرض نفسي ممكن تلاقي عصبيه زايده، تلاقيه مودي وعنده تقلبات في المزاج كتير، مفيش ثقه بالنفس، ما بيهتمش لو حد شكر فيه، بيبعد عن الناس، نمره في المدرسه بقت وحشه فجاه، ومهمل في نفسه ونظافته الشخصيه. مع ان العادي اننا بنجري ورا اولادنا في المرحله دي نبوس ايديهم عشان يستحموا ويلبسوا عدل، هنا انا بتكلم على ليفل الوحش في الاهمال في شكلهم ونظافتهم ومظهرهم. لو اتأكدنا ان مفيش حاجة من الحاجات التلاتة دي يبقى مراهقة عادية سخيفة، وده اللي انا بقول عليه معلش هنستحمل. خليك صبور وفكر ان مش بايديهم، هرموناتهم بتنفجر وكمان دماغهم لسه بتنمو وما نضجتش، يعني يمكن ده يصبرك انهم ايه منظر على الفاضي. هو يبان عليه انه مش فارق معاه حاجة وانه مش مهتم، بس هو في الحقيقة لسه فارق معاه حبك واهتمامك، فما تخليش تصرفاته تخمك. افتكر ان المراهقة صعبة على الكل، وغالبا كانت صعبة عليك انت كمان، حب شباب مقرف، كان عندك بنات بتكبسك لما تلمح لها انك معجب بيها، وشلة صحاب بيتريقوا عليك عمال على بطال. ولادك بيمروا بكل ده، ونزود عليه مشاكل جديدة زي مثلا السوشيال ميديا اللي بتأثر جدا على احساس الجمال عند البنات وثقتهم بنفسهم، وعندك كمان التنمر الاونلاين اللي يعني انت اكيد عارف عنه. خلينا نطلع فاصل ونرجع نسمع قصصكم الشخصية عن المراهقة، ونقدم لكم شوية نصايح أنا وضيفة الحلقة. استنونا. ورجع
رجعنا لكم مشاهدينا ومعانا النهارده ضيفتنا المتالقه كوتش كارول. ازيك؟ اهلا بيك يا دكتور تي. ايه الاخبار؟ تمام. سمعتي الفقره اللي فاتت عن المراهقين وقرفهم؟ اصدقائنا في حقل الالغام. طيب انا يعني قلت شويه حاجات بس اكيد عندك اضافات اهم. هسالك لو في اضافه عايزه تقوليها للناس اللي عندهم مراهقين، نصيحه كده قبل ما ندخل في 5 مشاكل جات لنا الناس بتشد في شعرها. اهم حاجه في التعامل مع المراهق ان انا اظبط رد فعلي على اي تصرف بيعمله. لو انا ظبطت رد فعلي هضمن ان ردود الافعال اللي جايه بعد كده بتبتدي هي سلسله الانفجارات اللي ورا بعض دي هتبقى ظابطه نفسها شويه. اظبطه ازاي؟ يعني اهم حاجه ادلق على نفسي درج جردل تلج واعصر كيلو ليمون وابقى هادي وتوني واطي. ما ينفعش اقوم اضربه قلم؟ لا انا طبعا بهزر والله بس لا بجد، يعني ايه اظبط؟ يعني لما يزعق ويهدد ويزق بقى ويرزع وكده دايما زي ما حضرتك قلتي انا الاعقل. انا الاعقل، ده معناه ان انا اظبط توني الصوت، من فضلك وطي صوتك، انما احترم نفسك، هعلي اللي بعد كده. انت ازاي بتتكلم معايا بالاسلوب ده؟ هخليه يعند. المراهق كل مشكلته انه يثبت نفسه، صح. كل ما هتعامل معاه بالراحه وباحترام كل ما هو هيضطر انه يرد عليا بنفس الطريقه. هحرجه، يعني احرجه بهدوء بالظبط مثلا. بالظبط، لانه طب انا لو اتكلم وخلينا بقى يعني ريزل بقى ما بهدي وهو بقى يعلي تاني، استنى بقى لغايه ما يمشي هو. انا طول ما انا ثابته، طول ما هو هيقلق انه في حاجه، مش هيقلق يعني امين انه ايه، هي هاديه طب هستفزها، لا هي هاديه، طب هضغط عليها، لا هي هاديه، او هو هادي. طول ما هو عارف ان انا حيطه سد وهفضل هاديه ومصممه على اللي انا بقوله وحازمه وبمشي اتفاقاتنا اللي احنا متفقين عليها والحدود اللي انا حطاها، طول ما هو عارف انه هيخبط في حيطه سد فهيرجع لورا. كنت فين من زمان لما كبروا بقى الشاطر اللي ينفذ. طب خلينا نشوف شويه مشاكل جات لنا النهارده، 5 قصص واضح ان الناس فعلا جايبه اخرها. المشكله الاولى، انا ابني عنده 12 سنه كل ما اطلب منه طلب يا اما يقول لي مش قادر يا اما يقول لي حاضر وما يعملش، ويقول لي انا نسيت، ودايما بينسى حتى في الدراسه بيعاني من نسيان، وعنده احساس ان زميله مش بيحبه. مش عارفه اعمل معاه ايه. ده كذا حاجه يعني، خليني قبل ما اديكي المايك زي ما بيقولوا. اولا حته ان مش قادر ومكسل، انا حاسه ان دي طبيعي، ده رايي وانت برضو يعني ليكي حق انك الحاجه الثانيه انا نسيت وبتاع. هم انا قلت من علامات انه بينسى او نمر وبتنزل في المدرسه ممكن تبقى في حاجه نفسيه، انا مش عارفه لو في مرض يعني او ADHD او حاجه، بس يعني حاسب لك الرد. لكن زمايله مش بيحبوه، دي بقى احساس الاضطهاد برضو، مش عارفه لو في حاجه مرض نفسي ولا لا، يعني ممكن اقلق من الحته دي. رايك؟ طيب. قبل ما نكبر الموضوع ناخده حته حته. اول حاجه كونه انه بيرفض، انا ايدي وجعاني، انا مش قادر اتحرك، انا تعبان، ده الرد الفعل الطبيعي بتاعهم كلهم. بيتلكك عايز يطلع منه بالظبط. فده نتغلب عليه بايه؟ انه في روتين، انت مطلوب منك كل يوم ان هدومك اللي بتقلعها تحطها في الباسكت بتاع الغسيل. ما اتحطتش يبقى الكونسيكونسز الطبيعيه ايه؟ انها ما اتغسلتش، مش هتلاقي هدوم تلبسها. شكرا. هايله والله. تمام؟ انا كنت لسه بقى بس معاكي. تاني حاجه، هو بينسى كتير، النسيان ده عرض لحاجات كتير قوي، متوتر، قلقان، متضايق، عنده مشكله مش عارف يحلها، فمشتت الانتباه فبينسى. ممكن يكون عرض من اعراض الاكتئاب، ممكن هو عرض لحاجات كتير قوي. فقبل ما ابدا الاول لازم اعرف النسيان ده جاي وراه ايه. لو هو فالكلام معاه يبين المشكله بتاعته فين. اصل صاحبه مش بيحبه، ممكن يبقى مثلا تنمر واحنا ما نعرفش، انا مش عارفه، ولا عنده تهيؤات برضه. صاحبه مش بيحبه. اهم حاجه بالنسبه للمراهقين في الوقت ده ان هم هيخرجوا للعالم الخارجي ويحسوا ان العالم الخارجي ده هم فيه ناس محبوبه ويتم قبولهم. طيب مين اهم ناس ممكن يتقبلوني؟ صحابي. يعني دلوقتي في الاول قبل سن المراهقه ربنا فوق وماما وبابا تحت. هما بقى بيركنوا ماما وبابا ويبدا اهم حاجه بالنسبه له الصحاب. فتاثير الصحاب عليه بيبقى عالي جدا. بيبقى من اهم الاهداف اللي عنده انه يحس ان هو مقبول وسط اصحابه، وان هو شخص محبوب ومهم. فلو هو عنده احساس ان اصحابه لسبب او لاخر او مجموعه منهم او حد منهم مش بيتقبله، بنشتغل بقى على اكتر من حاجه. لو هو واحد لازم هو يفهم مبدا ان هو
وجوده في الدنيا مش عشان يرضي كل الناس، وانه دايما هيلاقي حد مش بيحبه او حد مش شايفه لطيف او حد شايفه حد مش مقبول، بس طالما في ناس تانية متقبلاه يبقى هو كده في التمام. وان ثقته بنفسه مش بتيجي من انه من ان اللي حواليه مش متقبلينه، ثقته بنفسه بتيجي من ان هو يقدر يتعامل مع انه في حد موجود في حياته مش متقبله. صح. فاشتغل معاه على الجزء دي. يعني مش لازم تبقى محبوب من كل الناس. وفكره انه مفيش حد متقبله او حد من اصحابه عامل معاه مشكله، ده يخليه متوتر لانه طول الوقت بيفكر عايز يثبت ده، فده يعمل له ناس هين لانه طول الوقت قلقان متوتر وعايز يحل المشكله اللي عنده. ده وحته بقى انه مكسل دي عادي، فدي ما تقلقيش منها. مكسل وجاي يعمل لك حاجه وبيعجزك يعني. المشكله الثانيه، انا عندي ولدين سن 15 و16 دايما بيعملوا مشاكل مع بعض، وفيهم ولد عصبي جدا ودايما بيتخانقوا مع بعض على اتفه الاسباب. انا شايفه لغايه دلوقتي عادي جدا، كل واحد فيهم بيقول لي اني بحب التاني اكتر ومش عارفه اعمل ايه معاهم لاني اب وام في نفس الوقت، لان الاب مسافر لكن بيحاول بحاول اتصاحب عليهم. أوكي. طب انا حته الخناق ونقر ونقير دي، يعني اخين، انا شايفه ان ده عادي. ان انا تهيؤي برضو معرفش ان انت بتحبي التاني اكتر، دي نوع من المانيبيوليشن يعني. yes. بيعملوها عشان يعني فاهمه اللي هو برضو ما هي حاسه بالذنب، فايه تنخ بقى وتعمل اللي هو عايزه. معرفش رايك. طبعا هو الخناق المستمر ده الطبيعي، ده قاعد جنبي، ده خدت شرتي، ده بتنفس الهواء اللي انا بتنفسه، ده عدى من جنب الاوضه، ده خناق طبيعي. هوافر هما في السن ده كل واحد بيحاول يثبت نفسه، ففرق السن لو قليل بيبقى في حد فيهم بيحاول يثبت نفسه على التاني اكتر من شويه، فده مش متقبل، فبيبقى فيه الحاجات العاديه ما بين الاخوات عادي جدا. بالزبط. ما بتدخلش في الحاله دي الا لو حسيت ان الخلاف اللي بينهم هي نتيجته هتاذي حد فيهم، حد مد ايده، فلينا لازم اتدخل. طول ما حد احنا في السليم وهي خناقه من بعيد ماليش دعوه، هما حلو مشاكلهم مع بعض. جمدي قلبك بقى، انا عايزه اقول لك جمد قلبها، لان حاسه ان هما بيركبوها بالذنب، بيحسسوها بالذنب وبيطلعوا وبيستغلوها. فانا عايزه اقول لك النصيحه الشخصيه، لانه دايما لو في حد اضعف من التاني هتلاقي قلبها بيحن ناحيه الضعيف، فعشان كده ممكن يقول لها ما انت بتحبي اكتر مني. بالزبط. يعني دي ممكن تمشي كده، بيلوي دراعها برده. تاني حاجه بقى، بابا فين؟ بابا مسافر. بسم الله الرحمن الرحيم، مراهقه، بابا فين؟ هي اول لازم حاجة. بالذات لو ولاد، خلينا صح، ولاد وبنات، بس الولاد اكتر. الولد عايز شده ابوه، يعني بيعمل حساب للاب لسبب او لاخر. اول حاجه، بابا فين؟ بابا مسافر. طب احنا مقدرين ان هو مسافر وبيشتغل عشاننا وبيعمل لنا، بس في الاخر وجود بابا مهم. احنا اتس ماتر اوف كليك، دوس على الزرار هيظهر ابنك صوت وصوره. يعني بلاش مره الصبح، مره بالليل، مره الظهر، مفيش حد ما عندوش وقت. يعني فكره انا مش ملاحق، انا شغلي، لا، في دايما هيبقى في وقت. تمام. فلازم بابا يتابع، لانه عدم وجود الاب وانسحابه في السن ده بيبوظ حاجات كتير قوي في حياه المراهق. ولدين ربنا يكون في عونها. والام كده كده في سن المراهقه بترجع لخطوتين لورا ويتصدر الاب. المشكله الثالثه عشان نخلصهم كلهم، عندي بنتين سنهم 14 و16 مش عارفه صاحبهم، ومش قايلين، مش قابليني نهائي. اي نقد، واحده فاقده الثقه وفي كل الناس ومش عارفه تكون واحده فاقده الثقه في، مش عارفه تكون صداقات خالص. هل ممكن اقدر احسن السلوك ده في السن ده؟ طيب، هو تحسين السلوك انا ما خدتش بالي هم عندهم كام سنه، 14 و16 وبنتين. طيب، هو ومش قابلين نهائي اي نقد، ما ده عادي. أوكي. دي عادي بقى، مش هنتكلم في دي. ما هي كلمه نقد دي بقى بتدور حولها مشكله كبيره قوي، انها مش عارفه تصاحبهم لان هي بتنتقدهم طول كتير. الوقت كتير. بالظبط. فهم مش هيتقبلوها، هيقوموا قافلين الباب وهيقفلوا هي خلاص بلوك للام. انت بتقولي الوقت بتلومي وبتنتقدي، لا اركيني بقى عشان انا مش عايزه اسمع الكلام ده خالص، مش عايزه اعرف، مش عايزه اسمع. بالظبط. اول حاجه عشان تصاحبهم انها تبطل نقد وتطلع الحته الايجابيه. يعني ايه؟ يعني احسن حاجه وانا بتكلم مع ابني، مهما كنت بدور على مصلحته وانا شايفه ان انا بحاول ان انا انصحه وكل حاجه، اطلع الجزء الايجابي. يعني مثلا بقول له، بدل مثلا ما اقول له انت مالك طول الوقت عازل نفسك وقاعد لوحدك، ما تيجي يا اخي تقعد معانا. انا كده هو خدها ان هو ان انا بنتقد تصرفه. صح. وان هو مبسوط كده وانا مش عاجبني. فاول حاجه اعملها ايه؟ انه من فضلك انا بنبسط قوي ما بتقعد معايا، ايه رايك لو تقعد معايا كل يوم نص ساعه، ربع ساعه، تقلبي الطريقه اللي بتعبري بيها. اديهم الحته الايجابي. تمام. المشكله الرابعه،
ابني 14 سنة ومتمرد على طول عادي ومش بيفتح معايا حوار عادي، وعاوز يكون بره البيت على طول، وكل ما اكلمه يطخن صوته ومش قادر ومش عارفة اسيطر عليه، ولان بابا متوفي مش عارفة اتعامل معاه. زي ده زي المشكلة للاب اللي مسافر يعني بيستفردوا بيستقوا بيفرضوا دراعاتهم على الام. والله الام بتاعت كل يوم، انا عارف اولها من اخرها ايه. دايما بيبقى في عم بعمل حساب مين، بعمل حساب بابايا. فطبعا في حاله الاب المتوفي هنا بنعمل حاجتين، اول حاجه انه اي حد من العيله ميل فيجر يجي يحل محل الاب، طبعا مش هيعيش معاه، عم خال بقى بالظبط، عم خال جد، ان هو يبقى هو الرول موديل في الحاله دي، وهو اللي يساعد ان هو يعمل يعني ارشاد للولد ده ويحل محل بابا شويه. مفيش بقى طلعوا متخانقين ومتقاطعين والست خدت عيالها في الحاله دي تجري عليه. في الحاله دي اول حاجه ان هو عايز يخرج طول الوقت، ده طبيعي، بس انا هعمل ايه؟ قواعد البيت ان انت مسموح لك تخرج من الساعه كذا للساعه كذا في الايام الفلانيه، احنا كده ولازم اخد رايه، يعني لما نقعد نتفق على القواعد اللي ما بيني وبينه نتفاهم بقى، يبقى في مفاوضات. نعتبر ان هو الدوله اللي جنبي وانا الدوله اللي هنا، وايه في مفاوضات ما بيننا على الحدود دي. حلو تمام الفكرة دي. فهو يقول لي رايه وانا اقول لي رايه ونوصل ايه، يا لو هو رايه تمام يبقى انا ممكن اوافق عليه، مش لازم اعند وامشي كلامي. لا مش يبقى لازم. بالمنطق يعني. بالمنطق بالظبط، نوصل لحاجات يبقى هو عارفها ومتفقين عليها، وهو عارف انه لو ما نفذش ده هيبقى في رد فعل تاني. خلاص، فلما يحصل رد الفعل يبقى هو فاهم انه هو هيحصل، وهو هيبقى حازمه راضي عشان جاي منه بالظبط. فاول ما يشاركني في حط الحدود بتاعته والقواعد اللي ما بيني وبينه هيبدا يتقبل، هيبدا ساعتها لما ما ينفذ يعتذر، لان هو عارف ان هو ايه غلط. بوظ الدين اللي بيني وبينه. حلو قوي، حلوه الفكره دي. اخر مشكله اتفضل. انا هموت، دي مشكله انا شخصيا شايفاها صعبه جدا وعدت عليا انا يعني. انا هموت، بنتي صدمتني مع اني حنين عليها، اتفاجئت بتكلم صاحبتها بتقول لها انا بكرههم وبحسد اليتيم ما على يتمهم. وباباها قال لها اعتذري لها، قالت له انا ما عملتش حاجه غلط ورفضت تعتذر لي. في تفاصيل كتير حموت بجد. هي 12 سنه المفروض اعمل معاها ايه؟ يعني انا القصه دي وجعتني بس انا عارفه ان العيال عادي، يعني نفسي اقول لهم بس حته قبل ما تدخلي ان كل العيال بتقول انهم بيكرهونا، ان احنا اوحش ام في الحياه وبكرهك، واحنا وانا بنتي كان عندها اقتناع ان احنا بنتخانق، ان احنا بنتخانق اكتر من الناس، واقول لها يا بنتي احنا ما اتخانقناش، بتشككني في نفسي والله العظيم. بس هي دي عادي برضو، انا شايفه انها عادي، ما يعني ما تاخديش الموضوع على قلبك وانا بقول لك عادي رايك. طيب. اول حاجه هنا لازم نحدد هل الجمله دي هي سمعتها بعد موقف حصل مع البنت، فالبنت بتخرج مشاعرها وبتعبر عنها بالطريقه دي، لانه انا بحسد ان اليتيم يعني انا مامتي وبابايا دول مطلعين عيني وانا مش طايقاهم، بس صدمه الست توري ان البنت سايقه فيها ومزوداها في الاخر. يعني هي سمعتها بتتكلم مع حد بتقول كده، هي بتعبر عن مشاعرها. من ضمن المشاكل اللي بيبقى عند الولاد يعني وعندنا احنا، لان احنا ما تعودناش عليها، ان احنا ازاي نعلمهم يعبروا عن مشاعرهم ان ديسنت واي، بطريقه لائقة. بالظبط، بطريقة لائقة، ويبقى عارف انه الشعور اللي عنده ده، بدل ما اقول يا ريتهم يموتوا اقول لا هم لو عملوا كذا انا متضايق من الطريقة بتعاملوا بيها معايا، لو عملوا كذا انا هبقى مبسوط اكتر. اتفضل. عايزة اقول حاجة عشان احنا لازم ننطلق لنصاب. انا بشك برضو ان ساعات العيال بتأفور وهي بتحكي لاصحابها عشان ياخدوا انتباه ويجذبوا الاتنشن، يعني اللي هو الحقي واقفه ايه، فالناس كلها بقت تلتف حواليها ولا معلش ويا خبر، وتعمل دراما كده فالاضواء تتسلط عليها، خصوصا البنات دراما كوينز وما ادراك ما البنات. بس يعني هو كلهم بالظبط. فهي بقى علشان نعدي القصه دي ترجع خطوتين لورا، تراجع كل المواقف اللي حاصله وتتكلم معاها. طيب انت ايه اللي مضايقك؟ طب انا عملت ايه خلاكي تحسي ناحيتي كده؟ قبل الاعتذار، لان هي هتعتذر، هي طبعا هتعند، هتعتذر على حاجه هي شايفه انها مظلومه فيها ازاي. يعني واحده وصلت لمرحله انه ايه ده يا رب ان انا مامتي وبابايا مش موجودين. طيب في الحاله دي انا لازم اعرف شعورها ده جه ليه، طب ليه المواقف اللي حصلت، طب انت تحبي نصلح ده ازاي، طب لو صلحنا ده هيبقى موقفك ايه. طب لازم تتكلم معاها وتراجع نفسها. تمام، خلينا نديهم نصايح نقفل بيها الحلقه عشان ايه ما تتوهوش مننا وتفكروا نفسكم كده ورقه وقلم وقول معايا. اولا لو هو او هي مندفعين خليك انت الكبير والعاقل اللي هيفكر قبل ما يرد، زي ما كوتش كارل قالت، اديله مساحه يقعد لوحده، هم محتاجين يتسابوا مع نفسهم عشان يكتشفوا هويتهم في الفتره دي، لانهم بيحاولوا دايما يعرفوا هم مين.
انا عارفه شكلهم اهيف من كده، بالذات مع كم السيلفيز اللي بياخدوها، مش ممكن يبان عليهم انهم اعمق من كده، بس هم كده او ما عايزين يكتشفوا هم مين فعلا. ثلاثة، بلاش تتفه من مشاكله أو مشاكلها أو اهتماماتهم. الحاجة اللي انت شايفها هايفة وما تستاهلش أو ما تستحقش هو شايفها مهمة. أربعة، دايما تبقى عامل باوندريز، يعني حدود، العملية مش سايبة، والتصرف اللي بيتعدى الحدود دايما يبقى له رد فعل مقبول وله عواقب طبيعية. أرجوكوا ذاكروا حلقة العواقب اللي اتكلمنا عليها، تصاحب ولا تعاقب. خمسة، افتح كل طرق الحوار والتواصل على طول. ازاي؟ يعني يعرف انه يقدر يكلمك في اي وقت وكل حاجة من غير احراج. ستة، خليك قدوة ومثل يقلده. لو انت بتكسر الباب وبتشتم لما بتتعصب، يبقى على اي اساس هو ما يعملش كده. سبعة، علمه واكد عليه انه عادي وطبيعي يغلط. تمانية، ما تلوموش لو هو مختلف، بالعكس احتفل بتميزه. بره بيقولوا celebrate differences، مثلا يعني لو بيحب يغني او يرسم بدل ما يلعب كوره، مش لازم تحسسه انه خايب وانك مكسوف منه. تسعة، دور على الحاجات المشتركه اللي بينكم وكون حريص انكم تعملوها سوا. هنا انت بتفكرهم انك شبههم وانكم شبه بعض وحاسس بيهم وفاهمهم. كمان بتقضي وقت حلو معاهم، ما يبقاش علاقتك بيهم دايما ضغط وخناق وانتقاد وتخوين. عشرة، مفيش ما يصحش، مفيش عيب، مفيش تعبان، ومفيش مش فضيلك طول الوقت، يعني فيه بس في حدود. خليه يطلع، 11، خليه يطلع الطاقة اللي جواه وساعده يوجهها بشكل صحي. اسحله بقى في التمارين والرياضة، واللي عنده ميول فنية خليه يعزف، خليه يكتب في كراسة، يرسم، يطلع كل الطاقة السلبية اللي عنده في حاجة إيجابية. أكد له ووريله، ده رقم 12، وقول له إنك بتحبه في كل فرصة تجيلك. اهريه، هو مش هيوريلك ويمكن يقلب وشه لما تعمل الحركات دي، بس هو من جوه بيبقى مبسوط صدقني. شكرا ليكي يا كوتش كارول، بجد دايما دايما بنستفيد منك. بنشوفك تاني ان شاء الله. ان شاء الله. نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.